إهانة واضحة، هكذا وصف كثيرون ما لحق بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الرسمية لموسكو الأسبوع الماضي. اللي صار أن قناة روسية عرضت فيديو تم تداوله بعدها بشكل واسع، بيظهر فيه أردوغان بينتقل من قاعة لأخرى منتظرا أن يكون مضيفه في إحداها، وقعد استنى دقيقتين كاملتين عند باب القاعة الأخيرة. نتابع.